أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المشروعين الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها 14 للعام 2022. وفاز بالجائزة كل من مشروع التعليم الذكي في الصين المقدم من المركز الوطني لتكنولوجيا التعليم بجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مركز الموارد الوطنية الذي يديره المنتدى الوطني لتعزيز التعليم والتعلم في التعليم العالي بجمهورية إيرلندا. وقد تم اختيار هذين المشروعين الفائزين من بين 95 ترشيحا من 56 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك لعملهما على جعل منصات التعلم الرقمية العامة والمحتوى الرقمي متاحا للجميع، وتطوير الكفاءات الرقمية لجميع المعلمين والمتعلمين، وتعزيز الاتصال العالمي في التعليم. وسيقام حفل تسليم الجوائز للفائزين بالجائزة في سبتمبر القادم بمقر منظمة اليونسكو بباريس، وذلك تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه.